أهلا بكم. امتدح القائد الطاهر أبو بكر حجر عضو مجلس السيادة رئيس تجمع قوى تحرير السودان دور الإدارة الأهلية بولاية وسط دارفور في محافظتها على النسيج الاجتماعي إبان فترة الحرب وعملها الدؤوب على توطيد أواصر السلم الاجتماعي وإجراء المصالحات بين مكونات الولاية. وشدد لدى لقائه بالإدارات الأهلية بدار الدمنقاوي سيسي فضل سيسي بزارنجي حاضرة وسط دارفور على ضرورة المحافظة على التنوع الذي تتمتع به الولاية وتسخيره في تطور ونماء المنطقة، مؤكدا أن التنوع قوة ومطلوب لخدمة البلد. وقدم حجر تنويرا مفصلا حول مسار دارفور في اتفاقية سلام جوبا، مشيرا إلى أن المفاوضين من أبناء دارفور كانوا قد اتفقوا على موقف تفاوضي واحد لكل ملفات دارفور باعتبار أن الهدف كان واحدا، مؤكدا أن اتفاق جوبا يعد المدخل الصحيح لمعالجة كافة قضايا السودان وبالأخص قضايا دارفور. وأناشد الإدارات الأهلية بالوقوف صفا واحدا حول برامج وخطط حكومة الولاية من خلال دعم نفرة البناء ومجلس الحكماء الذي يكونه والي الولاية. وأكد أن تجمع قوى تحرير السودان يؤمن بضرورة وحدة كل المواطنين والتعايش السلمي بينهم. استضاف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية في محاضرة بعنوان سد النهضة التحديات وآفاق الحلول بحضور دبلوماسيين وأكاديميين وإعلاميين، حيث تناولت الوزيرة في حديثها دور السودان منذ بداية إنشاء السد وما قدمه لإثيوبيا من دعم فني لوجستي مرورا بمراحل التفاوض المختلفة، موضحا موقف السودان وما يستند عليه والعوامل التي تجعل السودان المتضرر الأكبر في حال عدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل. كما أكدت في ختام المحاضرة أن آفاق الحلول تكمن في أن يكون السد عامل استقرار وتعاون بين الدول الثلاث كل بما تملك من إمكانيات. أعلنت وزارة التجارة أن الأول من شهر يوليو المقبل سيشهد بداية الحملة القومية لتنظيم الأسواق تحت رعاية وإشراف السيد علي جدو آدم وزير التجارة والتموين، والذي أصدر قرارا شكل بموجبه عددا من اللجان الفنية. وقال الأستاذ حسن بن عوف الناطق الرسمي باسم الوزارة في تصريح صحفي: تم تشكيل لجنة الرقابة من الأجهزة الشرطية والأمن والمباحث والدعم السريع إلى جانب وزارة العدل وولاية الخرطوم ولجان التوعية والإعلام ولجان التكاليف. وأضاف أن مسألة مراقبة وضبط الأسعار بالأسواق ستنتقل أيضا للولايات، مؤكدا أن الحملة لمحاربة الغلاء وجشع التجار والسماسرة والوسطاء من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك لجعل الأسعار في حدود المعقول. أكد اللواء شرطة ياسر مضوي وقيع الله مدير شرطة ولاية جنوب كردفان أن مجموعة مسلحة حاولت اقتحام سجن كادوغليا القومي صباح أمس لتحرير بعض السجناء المتهمين تحت طائلة المادة 130. وقال ياسر إن قوات الشرطة تصدت لتلك المحاولة بحسم وأحبطت عملية وقتل، وقتل نتيجة لذلك أحد المهاجمين وأحد السجناء الفارين وأصيب آخر. وأضاف اللواء ياسر أن الأوضاع بالسجن عادت لطبيعتها وتم تعزيز الحماية، ويجري الآن التمام للمساجين بداخل السجن مطمئنا المواطنين بأن الشرطة ستظل العين الساهرة على أمنهم وسلامة ممتلكاتهم. إلى الجانب الرياضي، حيث يواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نظيره الليبي اليوم على استاد خليفة الدولي بالدوحة في إطار الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب. هذا وتعتبر مباراة ليبيا تحضيرا لصقور الجديان لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، إلا أن تجاوز المنتخب الليبي يسمح للسودان بخوض مباريات قوية في بطولة كأس العرب والتي ستقام في قطر خلال ديسمبر المقبل، مما يجهز الفريق بالشكل الأمثل قبل الكان بدلا من الوديات. كما تعتبر مباراة ليبيا فرصة لمنتخب السودان من أجل العودة لسكة الانتصارات التي وصلت إلى 4 مواجهات متتالية قبل أن يكسرها المنتخب الزامبي الأسبوع الماضي. من جانبه، أكد فرنسي هوبير فيلود مدرب منتخبنا الوطني على صعوبة وأهمية مباراة ليبيا التي تقام مساء اليوم في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات لبطولة كأس العرب في قطر 2021.
وقال في لود في مؤتمر صحفي مساء الجمعة: نسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل، سنواجه منتخبا قويا يجيد الضغط ويلعب بصورة جيدة. وأضاف: يجب أن نأخذ كل تفاصيل المباراة بعين الاعتبار من أجل تحقيق الانتصار. وأردف قائلا: نحترم المنافس جيدا وجهزنا له بصورة جيدة، حيث خضنا وديتين أمام زامبيا، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا ومستعدون للقاء بنسبة 95%. وأشار في لود إلى أن الحظوظ متساوية بين المنتخبين، وأضاف: المنتخب الليبي لديه أسلوبه وإمكانياته، وأعرف عقليته جيدا. فكرة رائعة أن تقام بطولة كأس العرب من جديد، وهناك اهتمام كبير بالبطولة. كما أعلن نصر الدين الشغيل قائد منتخب السودان جاهزية فريقه لمواجهة ليبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب في قطر. وقال الشغيل في مؤتمر صحفي: نعرف أهمية المباراة وضرورة تحقيق الانتصار فيها، ونحن جاهزون، وعلينا أن نكون في أفضل وضعية قبل اللقاء. أخيرا، حيث شارك فريق أو نادي الهلال في فعاليات تأبين الهرم الرياضي الراحل عبد المنعم عبد العال يوم أمس بمدني بوفد ترأسه إسماعيل عثمان نائب الأمين العام، وفريق الشباب المدعوم بالخماسي بشا الصغير وموفق صديق وحسين النور وأباذر ميسي وميسر ياسين، حيث أدى الفريق مباراة ودية أمام منتخب الجزيرة بملعب المدينة انتهت بالتعادل السلبي. هذا وكانت بعثة الهلال قد أدت واجب العزاء فور وصولها إلى مدني، كما قامت في ختام المباراة بتكريم أسرة الراحل المقيم بالدرع عرفانا لما قدمه للرياضة السودانية. نهاية هذه الجولة مشاهدينا الكرام، دائما أشكركم على طيب المتابعة.